في فرق بين مزدوج الشخصية وازدواجية الشخصية أو ازدواجية المعايير. يعني لو جينا نعرف نقول إيه هو الشخص اللي ينطبق عليه أو الرجل اللي ينطبق عليه إنه مزدوج المعايير؟ طيب اللي عنده الازدواجية في المعايير هو متعمدها، هو قاصد، هو يقول لك في البيت أنا حاجة وفي الشغل حاجة تانية، البيزنس حاجة ومش عارف، يعني هذه نقرة وهذه نقرة. طب ده انت راجل بتصلي وبتاع، معلش ده موضوع، ده حاجة لربنا، ده ما بيني وبين السوق موضوع مختلف، دي اسمها ازدواجية المعايير. انما الشخص المزدوج هو الشخص اللي يكاد يكون بيعاني من احد مظاهر الانفصام، يعني كأنه منفصم شخصيا. ايوه اللي هو يعني مثلا يبقى بيقول لها انا اكتر حاجة عجبتني فيكي طموحك، وانت شخص طموح جدا، وانت هتبقي احسن واحده في مجالك، وبعدين فجاه انت بتروحي متاخر في الشغل، ده زميلك بيكلمك، ده هو ليه انت عملتي ده وما عملتيش ده، طب انت بتهتمي بالشغل اكتر مني، انت بتحبي شغلك اكتر مني، انت مين قال لك ان انا كنت عايز كده، لا انت تقعدي في البيت. يعني ليه بيحصل السويتش ده مره واحده؟ لانه اللي بيبقى في البدايه هو بيحاول ياخد المساحه اللي تخليها بتوافق على الارتباط دي، فلو هو باين ان هو متشدد من اولها هي هتبعد، هي هتحس ان اللي جاي هيبقى صعب. والحقيقه بقى ان ده احنا بنعتبره حاله من حالات الخداع، ان حد بيخدع حد. ايوه ما بتبقى دي مرحله الصيد. هي دي بقى اللي هو بقى الفخ اللي هو لقد وقعنا في الفخ. فعلشان كده هي دي بقى المشكله، ان هو اللي جواه حاجه واللي هو بيظهره حاجة تانية. إلا في حالة واحدة، إذا ما ازداد إحساس الحب من ناحيته إلى زوجته بعد ما اتجوزه، هنا بقى بيشعر بأنها بقت قضية خاصة جدا بالنسبة له، خصوصيتها. يعني إيه بقى؟ يعني ما بقاش بيسمح قوي بأن حد تاني يتكلم معاه، إنها تخرج، إنها بتلبس. ما هو ده اللي كان عاجبه في الأول يا دكتور، عجبه، بس كان عجبه بدون الارتباط اللي هو وصله الى مرحله التشدد. خدي بالك الراجل بيختلف عن الست في الجزئيه دي، انه طالما عاشت معاه واصبحت مسؤوله منه، هو بيشعر بانها هي ما دامت مسؤوله يبقى لازم تستاذنه في كل مشاعرها قبل تصرفاتها. فلما تكون عايزه تعمل حاجه لازم تقول له، كلمه لازم تقول له دي عاده شرقيه محدش يقدر يناقشها كتير. يعني الرجل الشرقي بطبعه لو اي حد اتدخل من الناس اللي هي بتفهم يعني، ونقول له تشوف كان بيكلم مراته واختلف وانت اشتكيتي، هتبص تلاقيه بيقول لك ايه، ما انت لازم تقولي له، ما انت كان لازم تستاذنيه. ده حتى لو الام بالنسبه لبنتها بتقول لها نفس الجمله دي، مش معناها ان هو في ازدواجيه معايير.